بنصبح عليكم وبنتمنى لكم نهار مبارك. معنا في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور، هذا البرنامج الأسبوعي المتواصلين فيه معاكم ومصرين أنه نتواصل معاكم كل أسبوع لنطل عليكم من شاشة نورسات تي في وأيضا على صفحتنا نورسات جوردان. بنصبح عليكم أنا وأبونا جورج شرايحة وبنقول إن شاء الله قضيتوا فترة عطلة جميلة. نحن بصراحة أخذنا عطلة السنوية لمكتب نورسات الأردن، طبعاً استمرت الاحتفالات والتصوير، لكن ابتعدنا عنكم أسبوع الثلاثة الماضي، ما عملنا حلقة لنعطي شوية الشباب هيك راحة يقضوا وقت أكثر مع أهليهم وعائلاتهم. بتمنى إنه يكونوا قضوا، خاصة إحنا بنعطل عيد الأضحى في الأردن، أخذنا تقريبا أسبوع كامل، فنتمنى من الجميع نتمنى من الجميع أنه قضى إجازة جميلة وأضحى مبارك طبعا على أمتنا العربية والإسلامية، أنهم كمان قضوا عيد مبارك وإحنا لازلنا في جائحة كورونا، وأكيد العيد كان مختلف هذه السنة لكن أحسن من السنوات الماضية. بالضبط، لا سلامات ولا قبلات، خاصة يعني هلأ بلشت الناس حتى كمان تتساهل شوي، ما عم تستعمل كمامات وصارت يعني تقرب على بعضها، الابتعاد الجسدي صار أكثر متواجد هلأ والناس عم ترجع شوي شوي لطبيعتها، بس لكن الاحتراز واجب، خاصة أنه منظمة الصحة العالمية عم بتخبرنا أنه في موجة ثالثة ورابعة، الله أعلم، الله يرحمنا برحمته، جاي من فيروس كورونا اسمه دلتا، كل يوم بيسمعونا اسم جديد، الإنجليزي الجديد كمان. لكن أكيد هاي الفيروسات تتحور وتتطور، ما هي مع الإصابات كمان، لكن التطعيم إحنا صار بالأردن يعني هلأ سمحوا للأطفال من 12 سنة وطالع عم بيعطوهم مطعوم الفايزر، خاصة إحنا الشهر الجاي رح يكون التعليم وجاهي في الأردن، فرح ترجع المدارس والجامعات بشهر 10 إن شاء الله كمان، فالتعليم رح يصير بصفوف وترجع الحياة لطبيعتها، فواجب التطعيم هذا واجب الإنسان يحافظ على نفسه، والتطعيم زيه زي أي مطعوم مثل السل والكوليرا والتيفويد والحصبة فمطعوم رح نحن نتقبل ونتعايش بوجود مطعوم إنه يطعموا كل الناس والبشر زي اللي عطونا إياهم بالمدارس بالضبط. أيوة بالضبط، كانوا بالزمانات هيك للشلل وكذا على صف ثالث رابع طبعاً. خامس بتذكر صف طابور ويلا والنقط هذه اللي كانوا يعطونا إياها، فالمطعوم يعني هذا الشيء نحن عم نعيشه يعني من طفولتنا عم نعيش مع المطاعم، فهذا إضافة انضاف حاليا المطعوم هلا على كبر، لا هلا صار له صغار ياخذوه يا ابونا 12 سنة الفايزر. حلو. صورنا فيه كان من المدينة الرياضية قبل يومين بيعطوا مطعوم الفايزر، وطلع حتى كمان دكتور مجايب ابنه بقول انه المطعوم، انا طبيب وبآمن بالطب والتكنولوجيا والتطور والعلم، فالمطاعيم آمنة للأطفال من عمر 12 سنة ل 15. الله يحميهم. مطعم الفايزر، فاحموا حالكم، اطعموا، ما تخافوا من المطاعيم، لأنه الإصابة والأعراض اللي بيصاب فيها الإنسان والسايد افكتس التأثيرات الجانبية كتير كتير أكتر من إنه مثلا المطعوم والأثار الجانبية للمطعوم. الله ينجينا جميعا ويحمينا ويحمي عائلاتنا ويحمي أطفالنا يا رب، ونرجع لحياتنا الطبيعية ونعيش براحة وسلام وفرح، نبتعد عن كل المنغصات، نبتعد عن كل الشرور، نبتعد عن ونقبل، يعني الإنسان القنوع اللي بيقبل بحاله، الإنسان المؤمن أبونا، يعني أنا ما بتصور إنسان مؤمن ما عنده القناعة والقبول إنه هاي ربنا، حكمة ربنا، أوكي هو مش جاي كله هذا من عند الله، يعني أكيد في تدخل إنساني بهاي اللي عم بيصير فينا نحن بهالبشرية، لكن الإنسان قد ما بيقدر إنه يحسن حاله، يقدر قد ما بيقدر يحمي حاله، قد ما بيقدر إنه يطور من نفسه، وهذه كمان إحنا حلقتنا اليوم
اللي راح نحكي عن عطايا ربنا، الحياة عطية من عطايا الله. فهذا عنوان حلقتنا اليوم، راح يكون معنا اتصالات إن شاء الله نحكي في هذا الموضوع. فبعد البركة بناخدها من أبونا جورج شرايحة، بنستعرض الأشخاص اللي هلأ عم بيواكبونا وعم بيحضرونا على المباشر على نورسات، نصبح عليهم واحد واحد ونستعرض أخبارنا خلال الأسبوع الماضي، شو صار عنا نحن بالأردن وكنيستنا في العالم العربي من مناسبات. فتفضل أبونا. Thank you. يسلم. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. يا ملكنا السماوي، أيها المعز الصالح، يا من تمنحنا الصحة والعافية، أنعم على جميع كل من يسمعنا الآن، كل من هو معنا بالصلاة، فالروح يجمعنا. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس ومن كل وباء ومن كل وجع ومن كل ألم. عزي قلوبنا أيها الملك الصالح. آمين. آمين يا أبونا. سلام، صلاتك مباركة يا ربي، وتكون تعطي البركة لجميع المشاهدين واللي بيتابعونا على صفحتنا على نورسات جوردن. منصبح عليهم واحد واحد ومنقول للمازة دبور صباحك نور، وأمل السلمان، لولو عقل، خالد هلسة، فاتن يونان، وسامر قنصل، والأب بطرس جنحو، صباح مبارك لأسرة البرنامج ولجميع المشاهدين. أكيد إن شاء الله. صباحك نور يا أبونا وشكرا للمتابعة. ورحاب مزاهري، صباح الخير والبركات. وأيضا بادية أسامة حلتي، سوريال أبو فلة، ملاك سوريال أبو فلة، ومنار عماري، وأيضا عنا خريستوس ريكس أنستي أند هدى ماجد، صباحكم نور. ماجدة البير، الحمد لله أعطانا بغزارة ووفرة ومحبة وأشبعنا من كل شيء، آمين. بهاء هلسة، وكمال قستومة، وأيضا أبونا هنديلة، يسعد صباحك يا أبونا مودي، صباحك نور. لازم شي يوم انت هيك غايب عنا، شي يوم نيجي نستضيفك عنا بالبرنامج، او ولو باتصال هاتفي، احنا بننتظر اتصالك اليوم اذا انت موجود على الاونلاين. فيا ريت هلا احنا الشباب بيعطونا رقم التليفون التواصل معنا للاتصالات. وايضا يزن الفهد، يا ابونا يا عم بيرد علينا ابونا، بقولنا صباحكم نور وبخور يا رب على الجميع يا ابونا. ونائلة مطلوب، الصباح المسيح مع الجميع. وهلدا زيادات، مها اللوح، وايضا هلدا زيادات، صباحكم مبارك مع السيد المسيح عماد جود. وسامر النمري بيصب علينا. وأيضا هناك من يذكرنا أن شهر آب، من أمل السلمان تقول أنه شهر آب شهر العذراء مريم في الكنيسة الكاثوليكية 15/1. كل عام وأنتم بخير. أظن الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية في عندهم شهر 8 صوم العذراء من 1/8 وعيد الانتقال ب 15/8. إحنا كيف فيها الكاثوليك شوية. فيها شوية مختلف. اتفقنا على العيد هالمرة. ما اتفقنا. هلا الملكيين الكاثوليك، الروم الكاثوليك يعني، بيخلصوا بعيدوا الارثوذكس، ببلشوا يصوموا. يبلشوا يصوموا من 15. يعني احنا اول 8 وهم اخر 8. اخر 8 يعني مقسمينها نصين، يعني ما بنتفق ولا مره نتفق على عيد واحد بيوم واحد، لكن المهم المناسبه. نعم. المناسبه متفقين عليها. متفقين عليها العقيده يعني. أنا تقريبا رندا السرحان، صباحك نور. وميمي بوشة وروشان تويمي، يسعد صباحكم
أيضا ميمي بوش، يسعد صباحكم كل خير، صلواتكم يا أبونا، وصباح النور للجميع. وشكرا لكل اللي عم بيشاهدونا على تي في نورسات على التلفزيون، وأيضا بيتابعونا على صفحتنا على نورسات جوردن. بالنسبة لأخبارنا لهذا الأسبوع، نحن ما كانش في كتير يعني أخبار نتداولها، لأنه كانت مثل ما حكينا لكم عطلة، فأيضا أخذوا عطلة الكنائس وأخذوها إجازة، خاصة بعد فترة غياب عن الإجازات بسبب كورونا. فعنا كان خلال الفترة الماضية مناسبات صيامات كهنوتية، منقول أبونا صفوان صيامة الأب توما في كاتدرائية البشارة، كان نعم كانت ب 24/7، فألف مبروك لأبونا توما في من الكاتدرائية. وأيضا هناك صيامة طبعا فيها الفترة هذه كمان مخيمات للأطفال في الرعاية، بلشت شوي شوي بشكل يعني بدنا نقول هيك خجول شوي شوي، لكن بلشنا. ف كانت في مخيمات أبونا فرح، عمل مخيم برميمين لأطفال الرعية، فبنتمنى إنه كان مخيم ناجح ومثمر ونتائجه مثل ما أنت تريد يا أبونا فرح، اللي رح يكون معنا هلأ اتصال هاتفي مع حضروا شباب. تمام. لا أبونا إن شاء الله فرح جزيل. والمين كمان عمل مخيم كان برعاية منذر النعمات، الخبر السار. نعم الخبر السار كمان أيضا أعلننا مع صفحتنا. نعم في عجلون هذا المخيم. نعم فكانت أيضا هناك أخبار من قداسة البابا، دعمه للضحايا الفيضانات اللي صارت، وضحايا انفجار بغداد، وأيضا كان عشان المسنين كمان صلى. نعم. على نيجتهم. ومؤتمر صحفي الكاريتاس لبنان لإطلاق مشروع صندوق الائتمان لدعم المدارس الكاثوليكية، هذا كمان موجود على صفحتنا. ودير ستيلا ماريس في حيفا، أقام النبي أبيلية في هذا المكان وطلب المطر من الله. طبعا هذا هو من أبونا أنطوان الدويهي، بيطلع مباشر من أماكن مقدسة في الأراضي المقدسة، فعم بينورنا في هذه الأماكن وعم بينقلها. جلالة الملك عبد الله كان في أمريكا كمان، والتقى برؤساء كنائس هناك، وكانت زيارة ناجحة للأردن لكل المنطقة العربية، وبحث فيها كل القضايا تبعت المنطقة العربية وبما فيها كمان قضايا لبنان وأزمة لبنان، فكان حامل ملف كبير لدعم الجميع، إن كان المقدسات المسيحية وأهل الإسلامية، كونه هو الوصي على المقدسات في الأراضي المقدسة. وأيضا قضايانا، قضايا الاقتصادية، حمل القضايا السياسية، وقضايا الدول العربية المجاورة. فكانت زيارة ناجحة، ونحن كتير يعني اهتمينا في هذه الزيارة، لأنها أول زيارة لزعيم عربي لجو بايدن رئيس أمريكا بعد تولي منصبه وممارسة نشاطاته. فنحن في برنامج صباحكم نور، برامجنا طبعا رح ترجع كالمعتاد من استوديوهات نورسات في الأردن. نتمنى للجميع إن شاء الله يا رب خدمة مباركة دائما في رسالة الإعلام المسيحي. فالشباب جاهز الاتصال مع أبونا فرح. أبونا نحكي هيك مقدمة عن موضوعنا اليوم. نعم، يعني الله منحنا الحياة وأعطانا إياها بسخاء بوفرة، حكى تكون لهم الحياة بوفرة وفيض، يسوع المسيح أعطانا هاي نعمة الحياة. بالمناسبة هي وديعة، يعني كيف اللي بيخبي إشي، هي وديعة مخبينها ليوم لقائنا بيسوع المسيح. شو بنحافظ على حياتنا، شو بنعمل فيها، كيف بنعيشها، عشان لما نلتقي مع يسوع المسيح نكون احنا عطينا هاي الأمانة وزدنا عليها. دايما بس نحكي الحياة هي نعمة وعطية من الله. بخطر عبالي مثل الوزنات، لما الملك حكى لوكلائه كل واحد اعطاه وزنه،
وفي ناس استثمرها، وفي واحد من بينهم من بين هؤلاء الأشخاص ما قام في واجبه وخاف، خاف يضيعها، خباها بمعنى أنه يعني سكر عليها، بمعنى أنه ما استثمرها. يعني صوتك حلو بس ما بدك تركلي، عندك موهبة ما بدك تقدمها. يعني خجلا أو خوفا أو ما بعرف شو الأسباب اللي بتخلي واحد عنده وزنة حلوة بحياته، موهبة، نعمة، عطية من الله تعالى في حياته، وما بفيد لا حاله ولا الناس فيها. هاي بحد ذاتها لو ما كان يعرف هو، احنا بنقول هاي خطية. نعم، لأنه مش دايما فعل الخير هو اللي بيعطيك جزيل النعم. أحيانا عدم قدرتك على فعل وانت قادر، بمعنى كيف يعني؟ بمعنى انه انا اليوم قادر اعمل شغله بس ما بعملها كسلا وجزعا، هي هاي بحد ذاتها انه انا شكله من اشكال الخطيه، لاني انا كنت قادر اعمل خير وما عملته. نعم ابونا، لما بنقول الحياه عطيه من عند ربنا، الحياه ايش منعرف الحياه؟ يعني هل هو النفس فقط اللي عم نتنفسه، أم هي أيضا هي one package، يعني زي ما بقول هي مجموعة أكيد من النعم والفضائل اللي هي النظر، الصوت، العقل اللي عم بيعطينا إياه، نعم. السمع، هذه نعم. يعني كل إنسان عم بيعطي نعم. في إنسان يعطاه مثلا 100 وزني مثلا، نعم. لما حكونا مثلا في واحد أعطاه 5 ما أعطاهوش 100 بس، لكن هو أعطى للجميع، فالعطاء هو العطية للجميع، لكن ممكن تكون متفاوتة. بالضبط، وبالمناسبة ممكن أبو 5 يعملهم 100 وأبو 100 ينقص ل5. يعني بيعتمد كيف كل إنسان يستثمرهم. بالضبط، هي العطية بشكل عام دكتورة هي إنجاز، هي نعم. فعل، هي عمل مستمر، مش نعم. إنه بس البيولوجيا الهاي، لا، هي في إنجاز. ماتوا ناس كثيرين، بعدنا بنحكي عن أفلاطون وسقراط، وبعدنا بنحكي عن ناس إلهم آلاف السنين. نعم. إذن إنجاز، هي إنجاز. و اتصال مع أبونا فرح، جاهز شباب؟ تفضل. صباحك نور يا أبونا. صباح الأنوار. اشتقنا لك يا أبونا. مستعدين للقاءك الحلو. الله يسعدك يا رب. شكرا لك يا أبونا، وشكرا لالتزامك معنا لكل نهار ثلاثة في الحديث عن مواضيعك الجميلة اللي أنت كمان بتساعدنا في اختيارها. نعم صحيح. الله يسعدك يا أبونا. تفضل. أبونا، نتحدث اليوم عن الحياة عطية الله، وكنت عم بيحكي مع أبونا جورج أنه معنى الحياة، كيف ربنا الحياة اللي بيعطينا، هل هي الحياة وزنة أو موهبة أو نعمة، أم هي الحياة هي النفس اللي بناخده اللي بيوجد ربنا في حياتنا أول ما بنخلق. فأنت طبعاً كلنا أذان صاغية، نحن والمشاهدين واللي كمان أيضاً على صفحتنا على نورسات جوردان، مننتظر كلامك يا أبونا وإرشاداتك وتعليمك. كنا أصغاء، شرفنا أتحدث لكم للمستمعين. الله يسعدك يا رب. يسعدك. في الإنجليز عندهم مثل يقول time is gold، وقت هو من ذهب. نعم. يعني بما معنى أنه الإنسان إذا أحسن استعمال الوقت يستطيع أن يكسب ذهب، ولكن أنا بقول أنه الزمن هو لسه أكثر من أنه الإنسان يكسب الذهب، بإمكانه إذا أحسن استعماله أن يكسب الحياة الأبدية. نعم. من أجمل هدية وهبها الله للإنسان هي الحياة. الحياة هي الوزنة التي يجب أن نستثمرها وإلا تسترد منا. الحياة هي حبة الخردل التي يجب أن تنمو وتستظل في أغصانها عصافير كثيرة. الحياة هي شجرة التينة التي يجب أن تثمر ولا تخيب أمل سيدها. الحياة هي الكرمة التي يجب أن تقنب لتعطي ثمرا كثيرا. فلا نضيع هذه الحياة على مثال الابن الشاطر سعيا وراء الملذات المحرمة التي لا تحقق السعادة بل التعاسة. فلا نضيع هذه الحياة على مثال ذلك الغني الغبي الذي أمضى حياته يجمع المال ثم فجأة جاءه الموت وترك كل شيء. فلا نضيع هذه الحياة على مثال ذلك العبد الذي ائتمنه سيده على أهل بيته فأساء معاملتهم قائلا في نفسه إن سيدي يبطئ، فكان جزاؤه الطرد.
فلا نضيع هذه الحياة على مثال العذارى الجاهلات وننام في الظلمة في هذه الحياة الدنيا إلى أن يأتي العريس ونحن نيام فنحرم صحبة العريس يسوع. فلنحيا هذه الحياة الدنيا، وهذا موضوع حديثنا، أولا مع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، وثانيا نحيا هذه الحياة بعمل الخير. أولا مع المسيح الطريق والحق والحياة. يسوع هو الطريق المؤدي إلى الآب، وما أحوجنا في هذه الحياة الدنيا إلى معرفة الطريق الصحيح، إذ ما أكثر الطرق وما أوسعها التي تؤدي إلى الهلاك. قال توما يوما للرب: يا رب إننا لا نعرف أين نذهب، فكيف نعرف الطريق؟ أجابه يسوع: أنا الطريق والحق والحياة، فليكن المسيح هو النجم المجوسي في حياتنا. إن الله نور لا ظلام فيه. عندها لن نخرق، بل نردد مع داود النبي: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي. يسوع هو الحق، أنا هو الحق، أنا نور العالم، فمن آمن وتبعني لا يخبط في الظلام بل له نور الحياة. المسيح هو الحق، يعني هو الذي يعلمنا حقيقة الله، أي الله محبة، ويعلمنا أيضا حقيقة الإنسان، أي أن الإنسان قد خلق على صورة الله ومثاله، وأن الله أحبه حتى أرسل ابنه الوحيد لخلاصه، والابن أحبه حتى بذل نفسه فداء عنه. هذه الحقيقة تحرر الإنسان من عبودية الخطيئة. يقول لنا القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى: إذا زعمنا أننا نشاركه ونحن نسير في الضلال كنا كاذبين ولم نعمل الحق، وأما إذا سرنا في النور كما أنه في النور فقد شارك بعضنا بعضا ودم ابنه يسوع يطهرنا من كل خطيئة. هذا ما نكتشفه في كلمة الرب: كلمتك يا رب مصباح لخطاي ونور للسبيل. يسوع هو الحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا خبز الحياة، أنا القيامة والحياة، أنا الكربة وأنتم الأغصان، من يثبت في وأنا فيه يأتي بثمر كثير. كل ذلك يعني أن لا حياة لمن ينفصل عن السيد المسيح، وهل يعتبر حيا الابن الشاطر وهو يرعى الخرنوب مع الخنازير؟ قال يسوع لليهود: تتصفحون الكتب تحسبون أن لكم فيها الحياة الأبدية. قال يسوع للسامرية: من يشرب من هذا الماء يعطش، وأما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا. قال يسوع لليهود: من يأكل من هذا الخبز يجوع، وأما من يأكل من الخبز النازل من السماء فلن يجوع أبدا. ونحن في هذه الأيام قد نبحث في الكتب عن السعادة فلا نجدها، قد نشرب من ماء هذه الدنيا فلا نرتوي، قد نأكل كثيرا من خبز هذا العالم فلا نشبع، وقد صدق المثل القائل: شربت وما رويت، ولما عرفت الله رويت دون الشرب. ثانيا، فلنمضي هذه الحياة بعمل الخير. حياة الإنسان تبنى بالخير والحب الذي يحمله الإنسان في قلبه لله وللقريب. التلميذ ليس أفضل من معلم. هناك أناس كثيرون بحاجة إليكم، فلا تدخلوا عليهم بخدماتكم، وبذلك تكتشفون سر السعادة الحقيقية التي ربطها السيد المسيح بالأمور التالية: أولا الخدمة، فلا تبخلوا بالخدمة على من هو بحاجة للخدمة، ففيها السعادة على مثال من لم يرفض الخدمة لأي إنسان أو محتاج، هو الذي ما جاء ليخدم بل ليخدم، حتى لم يتردد أن ينحني ويغسل أرجل تلاميذه، لأن الخدمة في مملكة المسيح شرف. من أراد أن يكون فيكم كبيرا فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم الأول فليكن لكم عبدا. نمضي أيضا هذه الحياة بالسعادة عند التسامح، أن نصفح لكل من أساء إلينا وفي ذلك سعادتنا، على مثال لم يتردد أن يصفح عن صالبيه: اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وهو الذي علمنا قائلا: أحبوا أعداءكم وصلوا من أجل مضطهديكم، باركوا لعنيكم، إن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم زلاتكم. أن نمضي أيضا هذه الحياة بالرحمة، لا تبخلوا بالرحمة والشفقة على المحتاجين، ففي ذلك سعادتنا، على مثال ذلك السامري الرحيم الأول أي يسوع المسيح.
الذي لم يتردد أن يمارس الرحمة والشفقة نحو الجميع، المرضى والحزانة والمعذبين، هو الذي تحنن على الجماهير وأطعمها خبزا وسمكا في البرية، هو الذي أشفق على أرملة نائين فأقام ابنها من الموت، هو الذي علمنا أن نكون بدورنا رحماء، كونوا رحماء كما أن أباكم هو رحيم. وأيضا وأخيرا بالعطاء، لا تبخلوا بالعطاء إلى من هم بحاجة إلى عطائكم، ففي ذلك سعادتنا على مثال معلمنا المسيح الذي لم يرفض طلب إنسان حتى بذل الذات، ليس من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه. وعلمنا العطاء، كل من سألك فأعطه، إن هناك سعادة في العطاء أكثر من في الأخذ. ونتذكر أن الإنسان هو الأهم في حياتنا، إنه أهم من الخليقة كلها، أهم من أموال الدنيا كلها، أهم من الأرض وكل ما فيها، هو أهم حتى من الكتب السماوية التي ما كتبت إلا من أجله. فطوبى لنا إذا ما تغيرنا من الداخل ورجعنا إلى صورة الله المطبوعة في قلوبنا، لأن الإنسان هو أول صورة استنساخ عن الله. فنحب الآخر كما أحبه الله، فنولد من جديد ولادة روحية. كل محب مولود لله وعارف بالله. كل تغيير نريده في الآخرين يفشل إذا لم نبدأه في حياتنا. وأنهي كلمتي بهذا المثل اللي سبق وذكرته في البداية: شربت وما رويت، ولما عرفت الله رويت دون شرب. وشكرا للإصغاء. حلو حلو يا أبونا، الله يسعدك. تسلم تسلم يا أبونا، يعني شكرا. كلام وافي. بما نروح نروح احنا أبونا نكمل. شكرا شكرا لكم. الله يسعدك يا أبونا، وصباحك نور دائم، وإن شاء الله يكون كان المخيم. إحنا حكينا عن المخيم اللي أقمته. لا، كان مخيم رائع جدا، وكانت فرحتنا بفرحة الصغار. نعم، ما شاء الله عليك. لاعب تلعب معهم كنت وتشاركهم بفرحتهم بالأولاد. إن شاء الله يا ربي الأيام تجي أحسن. تسلم يا أبونا، الله معك يا أبونا، يعطيك العافية. هلا هلا هلا، الله معك. هلا. نعم، يعني عن جد خلص أبونا بفيض من الكلمات الجميلة، أن خلاصة حياتنا كلياتها لخصها بيسوع، بشخص. نعم. يسوع المسيح. فإذا كنت على تصالح وعلاقة شخصية وحقيقية مع يسوع المسيح، فأنت تحيا ملء الحياة اللي زي ما حكى أبونا، أنه النسخة الأولى لما لله هي كانت سكبها بالبشرية وخلق الإنسان على صورته ومثاله. طبعا على صورته ومثاله، مش بيولوجيا، مش بالشكل، مش ناحية ظاهرية خارجية، ولكن على الخلق الصح. لما يسوع شابه الإنسان في كل شيء ما عدا الخطيئة. نعم. يعني قديش بيكون. نعم. أخلاق الإنسان قديش بيشابه الله. نعم. نحن طبعا بدنا نحيي كل الأشخاص الموجودين معنا على البث المباشر. نيلي قبعين، كلام رائع، يا رب تكون مكتوبة ونشاركها إن شاء الله. يا نيلي، فعلا كل تغير لا يفيد أنا إذا لم تتغير من الداخل. أبونا رائع، يعطيكم العافية. شكرا يا نيلي على مشاركتك وعلى كلماتك. إيمان عيد عم بتشوفنا وعم بتشاهدنا، يسعد صباحكم. خاج لبجيان واليونيت أبو جابر، الرحمة صح لسانك، نحتاجها يا أبونا، ويسعد صباحك بالنور نور المسيح. مها نجار وأسماء ديب قندح وإيفان صير ورائدة الشاعر، أيضا صباحكم نور. ورائدة مهند وكفى دبابنة، ساندي حجازين، هيام سلسع، وميخائيل نحاس، وهانا شيتو، وأيضا هيام سلسع، سوسن حبش، وساندي حجازين، وأيضا هلدا زيادات، المسيح نور وخلاص العالم، المسيح الحب بلا حدود، ومير عواد قاقيش. الله يسعد صباحكم جميعا يا أستاذ عواد، وفي
فيلم النصار أيضا إلها مداخلة، الله مانح الحياة والنعم السماوية والبركات، علينا أن نحيا هذه النعمة بالسير بمخافته ومحبته والإيمان بأنه هو الطريق والحق والحياة. أسعد الله صباحكم بالخير دوما. شكرا يا فيلمين على مشاركتك ومداخلتك اللي من ثم منها. وأيضا ريما خميس صباحكم نور، وماجدة مقطش وريما ونيلي قبعين رجعنا للبداية، وإيفون حتر صباحك نور يا أمفادي، صباح مبارك للجميع. ميدا مخلب سلام المسيح من لبنان للأردن، شكرا يا ميادة ميادة ميادة، شكرا إليك وشكرا لكل أهل لبنان، سلام محبة لكم جميعا. وأيضا عندنا هيفا ساكو وجميع الأشخاص اللي بيتابعونا كمان على تلفزيون نورسات، طبعا احنا مش غايبين عنكم، حاضرين معكم دائما، فشكرا لكم. فأبونا بالنسبة لعطايا ربنا، هوني السؤال وطرح بعض الأشخاص أسئلة، إنه الإنسان المسيحي هو بطبيعته، وهذا مذكور في الكتاب المقدس بسفر بإنجيل لوقا، المسيحي تاجر حتى يأتي المسيح مرة أخرى، بعرفش إذا مثل الوزنات اللي أنت حكيته في البداية وأنهى الجملة أنه المسيحي تاجر حتى آتي. موضوع التجارة أو الإنسان التاجر دائما بناخدها بشكل سلبي، يعني هدول تجار يعني ما عندهم رحمة، ما عندهم رأفة، ما عندهم تقوى، ما عندهم إيمان، فكلمة التاجر أوقات صارت إشي يعني محلو، يعني فموضوع التاجر أو التجارة هي عبارة عن استثمار بالعطايا ربنا اللي بيعطيها للإنسان وبيكثرها وبيخلي غيره يستفيد منها. فلما يعطينا ربنا وزنات نحن نستثمرها ونخلي الآخرين يستفيدوا منها في إشياء بتميزنا، يعني زي ما أنت تفضلت في البداية الصوت الحلو، الإنسان اللي بصوته الحلو بمجد ربنا، الصوت الحلو بسمعه للكل، طبعا بياخد من هذا العطاء اللي بالصوت وبياخده بالنتيجة ثمار يعني هذا العطاء، فهو بيستفيد وبيفيد الآخرين. أنا بصبح تاجر غير تقي أو تاجر غير مؤتمن لما أنا بأخذ هالعطية هذه وما بعطي غيري، أو ما بخليها محتفظ فيها لنفسي، مثل التاجر اللي أخذ الوزنة وخباها خايف يضيعها. فإنك أنت تستثمر هذا مش غلط، وإنك تكون تاجر زي ما ربنا أراد إنك أنت الوزن اللي أعطاك إياها إنك أنت تكترها. وبالأخير هو أنت إجيت على الدنيا ما معك شيء، وبترجع على هالدنيا برضو ما معك شيء، العطية اللي أعطاك إياها بتستثمرها وإنت حياتك على الأرض. فإنت إذا ما استثمرتها فصفيت، إنت ما إلك وجود أو ما إلك حياة. فموضوع التجارة أو موضوع الاستثمار أبونا من الناحية الإيجابية نحكي فيه. نعم بصراحة يعني أنا ما بحب أسميها تجارة، لأنه زي ما تفضلتي الناس ما أخذي أنه أولويته الفلوس بتكون نعم التاجر. نعم مع أنه مش هيك الصح. نعم لأنه التجارة أنواع، مش نعم بتاجر في محبة الناس، بس هي المفهوم أخذ سلبي. نعم إحنا ممكن نلطفه زي ما تفضلتي حضرتك، يعني ما نقول تجارة نقول عنها استثمار. نعم يعني الله أعطاني هالمواهب قديش أنا بنميها في 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 حياتي، أو أبونا نأخذها بمعنى زي ما حكى تفضل أبونا فرح بالخدمة. بالضبط أنا بخدم في هذه المواهب الآخرين، يعني بستخدمها وبكبرها وبزبطها وبخدم فيها الآخرين. بالضبط. فهذه النعمة إنه في عطاء وخدمة في نتائج هذا، هاي النعمة اللي أعطانا إياها ربنا. معنى كلمة التجارة أو تاجر، يعني إذا بدك في واحد صنفها إنه كلمة تاجر معناتها التالة التقوى، والألف للأمانة، والجيم للجرأة والشجاعة، والراء للرحمة، فهذا معنى التاجر. هذا التاجر المنيح. بالضبط. في الحقيقة عطية الله لأن فيها الحياة نعمة مقابل نعمة الحياة الأبدية. يعني إحنا بنحكي الحياة الحقيقية هي الحياة بعد الموت، لأنه إحنا هون مؤقتين،
يا ما إجا عالم راحت عالم زي ما تفضلتي، وزي ما بحكي المزمور كم 70 80 كسن العنكبوت، في النهاية بدها تنتهي حياتنا، ولكن الحياة الأبدية هي الاستثمار الصحيح في النهاية. ولكن إيش بنأخذ معنا من هون هو اللي راح نلاقيه هناك. يعني بمعنى قديش أنا بكون أهلت نفسي لأني أخذ الجنسية السماوية، قديش في متطلبات إقامتي، متطلبات هاي الحياة اللي أنا فيها. إذا يعني المفهوم الأوسع للدينونة، إذا أنا ما كنت مجهز هناك راح أعيش في عزلة وبعد عن الله، مش لأنه الله بده يعذبني ولا بده يقصيني، لأنه أعمالي وسيئاتي وحياتي اللي كانت بعيدة عن الله، بعيدة عن الله، لما بكون عنده مش راح أقدر أعيش معه، مش مؤهل. ولكن إذا أنا كنت في تقوى، في أمانة، في مساعدة الناس، في محبتهم، وهو في النهاية القاعدة الأساسية إنه كل شيء عندي سواء مواهب مادية أو معنوية أو روحية هي من الله وليست لي. يعني المال اللي عندي هو مال الله، وبالتالي لما بكون في محتاج بدك تقدم إله، ما بتقدم إله منية، بتقدم إله أنت أصلا تبادل تجارة. نعم. بالتاجر بتحط لا طمعا في النعيم ولا خوفا من الجحيم. نعم. وإنما تقوية لله تعالى، لأني صرت أشبه يسوع. نعم. وهاي قديش بتكلفنا تنشبه يسوع. يعني بده الإنسان، يعني كيف الألماس بيطلعوه، كيف الذهب ببوتقة درجة حرارة عالية جدا فوق الغليان انصهار، تطلع كل الشوائب بس الذهب بيظل ذهب. نعم. حلو. كل خطايانا بتروح وبيظل المعدن الأصيل اللي هو صورة الله ومثاله. نعم. يعني أبونا إحنا في يعني بكلام السيد المسيح دائما إحنا متشبه فيه، وربنا أعطانا يعني أعطانا الجواب من كلامه خلال حياته على الأرض لما شبهنا بالكرمة، ونحن أغصان بهذا هاي الكرمة الكبيرة، فهو إحنا غصن مزروع بهذه الكرمة، وبدنا نكبر. لما بنكبر بنتثبت في هذه الكرمة، لما أثبتوا فيها وأنا فيكم فمنصير جزء من هالكرمة. لكن إذا أثمرنا أو لم نثمر، فإذا لم نثمر يعني هون في قطع مصيبة يعني. فعشان هيك إنه ربنا نحن اللي شبهنا كأغصان في هذه الكرمة لازم نثمر، إذا ما أثمرنا صعب دكتورة حكى تلقى في النار تقطع. نعم. وتلقى في النار. نعم. يسوع تقطع يعني وتلقى كان وتلقى حازم في النار. فعلينا أن نثمر، إذا ما أثمرنا نحن ما إلنا وجود في هذه الكرمة، رح يقطعنا ربنا. وأيضا كمان لما الوزنات اللي أعطاها للأمناء وقالهم أمنتكم على المصاري، فآخر واحد قال له أنت لا زرعت وبتأكل ولا حصدت ولا زرعت وبتأكل من دون ما تشتغل، فقال له أنت اللي عطيتك إياه بده يتاخد منك وينعطى للي أكثر كان على للعشرة، لأنه بالزبط. استثمر بالاستثمار الأقصى يعني للهاي. فحتى العطية اللي أعطاه إياها ربنا أخذها منه لأنه ما بيستاهل. ما نعم ما استثمرها. فعشان هيك إحنا بنحكي للأشخاص إنه ربنا لما بيعطيك وإنت ما بتعطي أو بالأحرى ما بتثمر بهالكرمة هذه ما أثمرت، فربنا مش إنه هو قاسي عليك، ربنا بيعطي فرص وبيعطي إمكانيات، لكن هو أيضا بده إياك إنك أنت تسعى، إنك تشتغل على حالك، إنك أنت تكبر. طبعا كيف؟ بإيمانك، بثباتك، بثقتك بربنا. اسعى وأنا بكون معك، خلي إيمانك فيي حتى لو ما كان في يعني عدة مرات رسائل ربنا للأنبياء يكون تيجي لأشخاص بسطاء جدا يقول لك ربنا وين أنت ما خدني، أنا بعرفش إشي، أنا ما بعرفش وين هناك رح أضيع، بعرفش. يقول له اسعى امشي امضي وأنا بدلك. موسى ما بعرف. نعم. يحكي بتأتئ بالكلام يعني عدة مرات أنه حط ثقته بربنا، خلص أنا بمشي هيك ربنا حكالي، حط ثقته فيه ونجح وخلص شعبه. فكتير من كتير أحيانا إحنا منلاقي إنه في بيكون مهمة أمامنا، ومثلا بدنا نقدر نعمل شغلة أو منشكك في قدراتنا ومنقول ما رح أقدر أكمل هذا المشوار، ما رح أقدر يعني لا أستطيع،
لكن انت ثقتك هون المتزعزعة بربنا. هل اسأل نفسك انت هل انت تثق بربنا اللي مشاك على هذا الدرب واللي خلقك على هاي الحياة خلاك بهذا اليأس انك تنهي حياتك؟ يا ما عم نسمع هلا حالات انتحار، حالات ناس بتخلص من حياتها لانه بلا مسار، بلا حياة، بلا نعم، لانه انتم مش شاكرين نعم ربنا، لانه الحياة هي عطية من الله، لازم تصونها، لازم تحافظ عليها. إذا أنت تؤمن وأنت بتعد حالك أنت إنسان مؤمن بربنا وأنت إنسان مؤمن مسيحي، إنه إذا أنت مؤمن تؤمن لك إنه الحياة عطية من الله، لازم نحافظ عليها، لازم نستثمرها زي الغصن اللي حكينا إنه نحن غصن في كرمة السيد المسيح، لازم نثبت في هذه الكرمة لنثمر ثمرا كثيرا، لأنه في النهاية سوف إذا لم نثمر سوف نقطع ونتخلص للأسف. يعني بنكون بلا ثمر، بلا هدف، بلا عقاب. معنى. لكن أبونا أنت عم تسمع حالات الانتحار الكثيرة، أشخاص بيعيشوا اليأس لأنهم بلا معنى أصبحت حياتهم، امتحان مش متجاوزينه، فشل في امتحان الثانوية العامة، بتلاقي الشاب نط عن حيطة وأنهى حياته، أو يعني للأسف يعني هذا أنا بعتبره أنه مش وصل فينا اليأس من الحياة، أنه حياتي بلا معنى إذا أنا ما نجحتش في شهادة الثانوية العامة. لكن عندنا فرص أخرى، يعني عندنا مجالات أخرى ننجح فيها، ممكن ما نجحتش بشهادة الثانوية العامة أنجح وأصير عظيم بأمور أخرى بإشي تاني. فأنت ما خلص تفقد الأمل وما فيش أمل بحياة أخرى، لا، لازم تكون عندك إيمان بربنا أنه ربنا خلقك، إلك مهمة، إلك رسالة، لازم أنت توعى لهذه الرسالة ولهذه المهمة وتلاقي حالك أين أنا من رسالة ربنا إنه خلقني. ربنا ما خلق الإنسان بلا معنى نزله على هالأرض، كل إنسان عطاه عطايا زي الوزنات اللي حكاها للأمناء بالزبط. كل إنسان خلقه ربنا على هذه البسيطة، من هو طفل صغير أعطاه هذه المواهب وأعطاه هذه النعم والعطايا من عند ربنا. فأنا علي إني أصونها، وخاصة كمان إحنا مسؤولية كتير كبيرة على العائلاتنا، عائلاتنا إنها تحتضن أولادنا وتنمي فيهم إنه أنت ربنا خلقك إلك رسالة، هاي الرسالة بدك تنميها وتكبرها وتثمر في الحياة والمجتمع وتعيش وتستفيد يفيد المجتمع بأمور يعني أخرى. دكتورة، أكثر عذاب بصيب الإنسان لما ما يكون مقدر النعم لله ما يعطيه إياه، ولما تزول بحس بالعذاب إنه كيف ضيع كل دقيقة ما استغلها بهالإشي الحلو معه. في أحيانا علاقات اجتماعية، زواج فشل، بعدين بتندموا على إنه يعني هالشخص كان منيح معي، نعم، وأنا تسرعت بهذا القرار. في كثير أشياء، وظيفة بتسرع وبعصب بقدم استقالتي بطلع منها، بعدين بشوف يا الله شو كانت مأمني إلي ظروف مادية واجتماعية وحياتية حلوة. في كثير نعم وعطايا الله تعالى بمنحنا إياها بهالحياة ما بنقدرها إلا لما تزول. فليش نوصل لهون؟ خلينا نستمتع في كل العطايا اللي الله أعطانا إياها ونميز، نفتح عيوننا نشوف بحكمة. أحيانا للأسف بسبب جهلنا ما بنميز هاي النعم والعطايا اللي بنعتبرها تحصيل حاصل، إشي طبيعي أمي تقدم لي 1 2 3، بس لما تسافر أمي شهر ولا تروح بحس بالوجع، قديش كانت أمي ملي علي حياتي، قديش كانت معطيتني من وقتها ومن جهدها وحب ما حدا بعطيه ولا أي حدا، حب الأم نحكي خصوصا، هاي عطية من عطايا الله تعالى. وقيس على ذلك قديش في أشياء عاطفية اجتماعية أخلاقية بحياتنا نعتبرها للأسف تحصيل حاصل، إنه لازم هيك يعملوا، ما هو أنا عملت لهم هيك هم عاملين هيك، يعني هاي أشياء طبيعية. ولكن بس نفقد هاي النعمة، أو لا سمح الله مش نفقدها يعني بمعنى تتأجل شوي أو تبتعد، بنحس من هنا لما حكى جبران خلي بيناتكم مسافات لنسمات الرياح والسماء تدور بينكم. حتى بالعلاقات لما بيسافر الزوج أو الزوجة أو يعني مو شرط دائما يسافروا مع بعض، يعني دائما بنخلي هاي مسافة لا تطعم بنعم الحياة اللي الله بيعطينا إياها. بس إذا الواحد بأكل كل يوم منسف مش رح يحب المنسف، ولكن بيحتاج مرات ربنا يسمح بإنا نفتقد بعض الأشياء تنحس في متعتها. سبحان الله، شوف كيف الفقد قديش بيعطينا عطاء
هي حكمة ربنا. إحنا بنفكر إنه بالأخذ، ولكن العطاء أكثر ربطة من الأخذ. ما هو يا أبونا كمان في بعض النواقص بتكون في الحياة، يعني خاصة بنعم ربنا، يعني لأنه ما في شيء كامل. يعني لما بنشوف إنسان كفيف، يعني فاقد النظر، هيك بنقول إنه شكرا ربنا أني أنا بشوف. يعني النواقص اللي عم نشوفها بأشخاص آخرين تعطينا مجال إنه نحن نقدر النعم اللي بالزبط. ربنا ما نحن إياها، لكن ما نأخذ هاي النواقص ونقول إنه ربنا فشل بمشروعه إنه خلقني إنسان ناقص. يتمجد اسم الله، بالعكس يتمجد اسم الله. هيك حكى هو لما قالوا نعم. ليش ولد هذا أعمى؟ ولد هذا أعمى، هل خطية أهله ولا خطية أهله؟ أفرجيكوا هذا الأعمى شو يعمل. نعم. واليوم بنشوف قديش في دكاترة بالجامعات كفيف. نعم. دكتور كفيف بيكون مبدع عالم، يعني عم بشوف أشخاص بلتقي معهم أنا كثير علاقة مع يعني الأشخاص هذول، كثير ربنا عوضهم بنعم ثانية. نعم. دائما بنحكي الأعمى أعمى القلب. نعم. وليس البصر والبصيرة بيميزوا. نعم. بينهم. نعم. إنه البصيرة هي اللي بتعطي النعمة، البصيرة اللي هي العمق الذاتي مش بس بالحواس. بنشوف بيتهوفن، بنشوف مبدعين كتار اللي كان أصم واللي كان كفيف، ولكن قدموا للبشرية ما لم يقدمه الأصحاء. نعم نعم. فهي العطية مثل ما حكينا، ربنا أعطى مش عطايا ناقصة، لكن أحيانا الوزنات أعطى 100، 150، 120، ولا 110، هن 10 أمناء. فكل إنسان حسب ما استثمر من إمكانياته فأعطى. فإحنا بدورنا لازم نقدر الحياة، ولازم نقدر هاي النعم اللي عم بيعطينا إياها ربنا. ما نضل نلوم وما نضل نستسخف هذه العطايا، أو نقول إنه يا ربي موتني، زي في كتير أشخاص بيكونوا على سرير المرض و بيكونوا مرضى وهيك ويتمنون إنهاء حياتهم. وصار في إشياء كثيرة عم تطلع هلا اللي بقول لك موت رحيم. الرحيم وموت الرحمة وإنهاء حياة، مثلا خاصة واحد اللي بيتعرضوا لحوادث مؤلمة وبدخل الكوما إنه بينحوا الحياة وهيك. طبعا هاي كل هاي الأمور الكنيسة ضدها، لأنه هذا عبارة عن قتل للنفس، مش إنه هذا تدخل إنسان في إنهاء حياة بشر، واللي بينهي الحياة هو ربنا. فاللي بتدخل بعمل ربنا بغض النظر عن الناس اللي بتقول لك إنه حرام يضلوا يتعذب، حرام يضلوا يتألم بحياته على الأرض، لا لازم إنه حتى سموها إنه هي إبرة الرحمة. بعرفش إنه هي هل هي رحمة أم نقمة نقمة على الأشخاص اللي وافقت وعلى الشخص اللي قبل إنه من حقه، يعني من حقه، لأنه بالأغلب ما بيكونوا هم واعيين بكامل الوعي تيأخذ هذا القرار، حتى لو هو طلب حتى هو عن وعيه. يعني من مرافقتي إلى المرضى الله يشفيهم جميعا، وخصوصا الحالات زي ما تفضلتي الصعبة، واللي بيكون واعي، هلا اللي بيكونوا بكوما بيكونوا هيك مش واعيين بالضبط. نعم. مين دي قرر يعني؟ نعم. هاي مسؤولية أصعب شوي إنه أنا أنهي حياة أمي أو. نعم. أنهي حياة أبوي أو يعني هدول اللي بيمونوا يعني على الشخص، لأنه مفروض إنه حدا غالبا على الأجهزة بيكون إنه خلص فيش أمل، ولكن مسؤولية هاي مسؤولية أخلاقية في النهاية. نعم. لأنه زي ما تفضلتي الله وحده مانح الحياة، هو اللي بدي يعطينا الحياة الثانية بس. نعم. بوقته وبتوقيته. نعم. ما مش أنا بحدد. نعم. إمتى أنهي هاي الحياة بالضبط. الحياة، فالحياة هي نعمة كبيرة من عند ربنا. فنحن كمان نرجع نشوف الأسئلة اللي طرحوها الأشخاص الأصدقاء على صفحتنا. نعم. منقول لمريم عياش صباحك نور، مريم عياش الناصر وأفنان الحوارنة ومروان عزام النصراويين وأيضا رغيد مطلوب، المجد لك يا رب. العراقية باستراليا اللي كنا بمارلياس. لا أهلا وسهلا فيكم بكل أشخاص العراقيين اللي موجودين بأستراليا، منسلم عليكم. نحن هون من الأردن، ويقول لقاء رائع، المجد لك يا رب. نيلي قبعين وأسماء ذيب قندح صباحك نور، مارغريتا مارس وعمار فاشا، وأيضا معنا هلا لطفي ودينا معوض وحنين نبيل سويدان مساعدة
وسالم حداد وأندري كوبا وسجال ميمي وفيكي مرقص ودنيا بركاشي كيروز من كل قارات العالم هيك لفيت الكرة الأرضية وأنا وشدا داود وموريس قردحجي ما هو يا أبونا ومارلين الحدوة من الأراضي المقدسة والسناء مزاهرة يسعد صباحكم بكل الخير يا رب. في يسعد صباحكم من مهد المسيح بتذكر لما صار معي حادث الحرق هاي من مارلين الحدوة قبل سنوات هتفتني الدكتورة باسمة وقالت لي كل ما يصيبني هدية منك يا الله. هاي الآية هي التي قوتني أني أتخطى المرحلة وفعلا عطية منك يا الله. عطية الله هي نعمة الحمد لله على عطية. شكرا يا مارلين. وأم مهند وحسان الناصر وأظن كمان في عنا مجدلين حددين. أنا مثل ما وعدكم نصبح عليكم واحد واحد وفردا فردا ونتمنى أيضا نسمع أراءكم بما نتكلم ونناقش أنا وأبونا جورج شراحة وهاتفيا أبونا فرح حجازين عن موضوع عطايا الله وعطية عطايا الحياة هي عطية الله المال عطية من عند ربنا. فلما منقول إنه مال ومنقول حياة ومنقول إنه الصوت الجميل والحضور الجميل والكاريزما والشخصية والعلم والثقافة والذكاء هاي كلها عطايا من ربنا. مظبوط الإنسان بيشتغل على حاله لأنه ربنا عطاه الإمكانية إنه يوصل لهذا المشوار. ناس كثيرين ما بتحط زي ما بقولوا الكريدت هاي انه من عند ربنا. بقول لك انا اشتغلت حالي يعني انا اللي درست شطارتي. وانا اللي تشاطرت وانا 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 اللي عملت حالي وانا اللي صنعت نفسي. لو بدي اضلني على اعطينا خبزنا كفافه يومنا بتسمع هذا كثير يا ابونا 100%. يعني في ناس بتقول لها اذا بدي اضلني على اعطينا خبزنا كفافه يومنا بنموت من الجوع. انا اللي اشتغلت على حالي وانا 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 وانا. بس ربنا سمح لك ربنا أعطاك كمان أعطاك إنه أعطاك بتمشي خطوة بيمشي معك خطوتين بس كون معاه. بس في ناس بتحيد عن هذا الخط وبتروح خطوط أخرى في طرق مظلمة وبيكون معاها بيكون معها المال وبتعتقد إنه المال هو اللي بيجيب السعادة وبيجيب الفرح لكن ما بينظر لغير نفسه. بيحط حاله في هيك قالب من الزجاج وبس بتطلع على حاله هالزجاج الجميلة اللي فيها هالألوان الجميلة لكن هو لوحده شو بده يستفيد؟ زي ما خلق ربنا خلقه لا يملك شيء عم بيخرجوا من عند من هالحياة لا يملك شيء أيضا. فأنت شو استفدت؟ الإنسان اللي بمعطاء أو الإنسان اللي بيستثمر بحاله بيستثمر بالنعم اللي عم بيعطيها إله ربنا وبيفيد فيها الآخرين هذه رصيدك مش رصيد بالبنك. شو تركت وراك يتنعموا في الورثة؟ تركت وراك الصيت الحلو المواقف الجميلة مع الآخرين. تركت وراك بركات الناس يترحموا عليك ويقول الله يرحمه كان إنسان فاضل. هاي هي النعم وهذه هي التركة أو الورثة الإنسان اللي بيتركها يكون ذكره مؤبدا زي ما بيحكوا من خلال صيته العطر الطيب مثل الريحة الطيبة اللي بتنتشر بكل الأرجاء. فربنا بيعطينا ونحن منقدر عطايا ربنا لأنه إحنا إنسان إحنا بشر مؤمنين نؤمن بعطية ربنا اللي عطانا إياها ونستثمرها زي ما ربنا خبرنا وحكالنا. نحن جينا على كل يا أبونا على نهاية هلا برنامجنا نرجع من حي كل الأشخاص اللي تواجدوا معنا. الأبناء هم أثمن عطية نعم لكن أيضا للي ما عنده أولاد في عنده طرق أخرى إنه يكون عنده شيء ثمين بحياته. وجود الإنسان هبة وعطية من الله نعم صحيح يا سعاد ميخائيل. الإنسان هو عطية من ربنا خلقنا وخلق الحياة نبارك اسم ربنا ونمجد اسمه إلى الأبد.
في عنا أرغيد بيقول لك يا أبونا مشتاقين إليك ومشتاقين لحياتكم. إحنا من الأكثر. أبونا هلا ننهي حلقتنا اليوم في كلمة أخيرة تحكيها للمشاهدين وتعطينا البركة وننطلق بسلام. عيشوا حياتكم بكل النعم اللي الله أعطاكم إياهم. ما تبخلوا أولا على نفسكم وثانيا على الناس، خدمة ومحبة دائمة إلى الأبد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله من حي كل الأشخاص اللي كانوا اليوم على البث المباشر من لبنان وأيضا من الأردن، من حيكم فردا فردا. نشكركم على وجودكم وعلى تحقيقكم بأنكم طلعتوا هذه الحلقة. نتمنى الخير للجميع، نتمنى السعادة والفرح بقلوبكم جميعا، نتمنى لكم السلامة أيضا من خلال جائحة كورونا. ربنا ينجينا منها ويرحمنا برحمته. سلامنا للجميع وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء بنفس الوقت الساعة 9 الصبح. فإلى اللقاء. أعجوبة ليلة لوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم.